صعوبات وتحديات كتير يواجهها أصدقائنا من ذوي الإرادة، لكن بقوة إرادتهم وعزمتهم بيتحدوا كل هذه الصعوبات ويتخطوا كل هذه الأعقاد. أحد أصدقائنا من ذوي الإرادة مصاب بشلل الأظفار في أحد الساقين، على كثيف من المعدن بتعيش حياتها. صديقتنا الشخصية اجتماعية محبوبة، تمارس بعض الألعاب البرنامجية الخاصة برياضات المعوقين. صديقتنا الجميلة نموذج جميل وملهم لكل متعدي الإعاقة. صديقتنا من هواة الزراعة، بتقوم بزراعة بعض الأشجار وبتهتم بيها وبتقوم برعايتها. صديقتنا نموذج مؤثر من نماذج متعدي الإعاقة.